لك بثلاث دقائق. بلشنا جوانا. بلشت لوحدها جوانا. انا محمسه. صباح الخير. زمان ما شفتك. عن جد نحن عم نشوفك عم تتجولي من منطقه لمنطقه والصور عم تكون كثير حلوه. بدنا نقول لك ويلكم باك حبيبتي. ثانك يو رولا. المفروض تكوني جددتي طاقه كثير كبيره ورجعتي لنا بحماس مثل ما شايفين الاشياء على الطاوله والوان هيك واجواء ومشاهد كثير حلوه من الطبيعه. رح نوصل لهم بعد شوي ولكن بس نحب المشاهدين شو عنواننا اليوم اللي هو تجهيز غرف الاولاد مع بدايه السنه الدراسيه. بشكل بيتناسب مع البدايه مع السنه الدراسيه. كلنا بنعرف كلنا خاصه اذا كنا امات وعندنا اولاد قديش بيتكركبوا غرف الاولاد بخلال فصل الصيف رولا. يعني الاوضه بتعمل فوضى وبتطير النظام من الشباك مع نهايه حزيران كومبليتلي. فاليوم العنوان الرئيسي للي بدي اقوله وكل شيء بدي اقوله هو البساطه. ارجعوا قد ما فيكم للبساطه بغرف اولادكم، جربوا شيلوا كل التكركب، كل الالعاب الزايده، هيدي كل سنه بقولها انا ومن بلشت معكم بالام تي في رولا، انه كل التياب يلي صغروا على الاولاد نجرب نعطيها لجمعيات او لناس محتاجين تما يصير في ان بلس مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي زائد للاغراض يلي نحن منا بحاجه لها، يلي عم تاخذ من مساحه غرف الاولاد وعم بتكركب بنتيجه بس في اغراض نعتبرها بعدها جديده وبتصور هيدي الغلطه اللي كثار منا بيعملوها بعدها جديده ولكن ما عم نلبسها. يعني في قاعده هون ما عم نستخدمها بالاخر. اذا ما عم نستخدمها بالمره وصارت صغيره على قياس الاولاد ما في اي سبب انه نحتفظ فيها. هلا اذا حريم او اذا شغله ديكوراتيف لا ممكن نحتفظ فيها حسب قديش اهميتها وقديش تعلقنا فيها كولد أو مرات كأهل. بس بالنسبة للتيب بعرف إنه في قاعدة بيقولوا إذا مرقت فترة معينة على القطعة ما لبسناها شو ما كان وضعها الأفضل إنه نتخلص منها بالقليلة بنستفيد من الإسباس أو بيكون عندنا خيارات محددة بالنسبة للتيبنا. هي بتتطبق للكبار، للصغار خلص صغروا وخلص ما عندنا خيار هون. ما عندنا خيار. هيدي أول شغلة، نفس الشيء بيطبق على الألعاب، يعني أي فائد من الألعاب أو ألعاب بطلوا بيتماشوا مع عمر أولادنا، كمان نجرب نشيلهم من الغرفة لنكسب مساحة بقلب هالخزانة أو الرفوف أو يلي هو لأنه عم ياخدوا مساحة على الفاضي وما عم نقدر نستعيد عنهم مرات كتيرة ما بنقدر نستعيد عنهم بأشياء بيتماشوا مع عمر ولادنا الحالي. سو أهم قاعدة بلشوا بالترتيب بلشوا شحلوا كل الأغراض يلي ما إلها عازة لحتى نرجع نلاقي نوع من النظام بقلب غرفنا. هاي أول شغلة بدي أحكي عنها. تاني شغلة رولا تناغم الألوان. وقتها بدنا نبلش نحكي عن غرفة هيك نعملها ريلوكينج أو لوك جديد أو إنه نهذبها ونهفهفها لحتى هالولد لما بده يفوت على غرفته أو البنت يكون له نفس يدرسه. نعم بيفوت بجو معين. بيفوتوا على أوضة مكركبة أو فيها كتير إشياء أو الحيطان توسخوا أو صار في عندي عجقة ألوان ما بيعود على نفسيته. بتعرفي هذا كان موضوعنا اليوم بفاميلي. كان معنا مهندسة معمارية ومعالجة نفسية. نعم. عم تخبرنا عن خبرتها باثنين كيف جمعتهم حتى يمكن تستفيد من هالخبرة لتعمل الجو الملائم الأنسب للبيت لديكور الأولاد حتى طبيعي. تكون نفسيتنا مرتاحة لما بندخل على البيت. ما دايما بحكي انا وياك رولا انه انتيريور ديزاين از لايف ستايل، يعني بيعكس اوتوماتيكلي على نفسيه الشخص. اذا ما انت كنت مرتاحه ما فيك تليد نمط عيش صحي وسليم ومرتاح. يعني مرات كثير ستريس كثير فينا بيكون من وراء بيت مكركب او حيطان تقلوشوا او كلهم رطوبه او ابقبت البوق. لا مش معقول. بدنا يعني بعرف انه نحن عم نمرق بوقت صعب ودائما كل واحد منا بيصير بيقول انه هلا ما وقته. ولكن اللي عم نطرحه نحن بهالفقره هي تغييرات بسيطه اوقات كثير ما بتتطلب مبالغ كبيره حتى ولو تطلبت مبلغ شوي يمكن يكون محرز حسب كل واحد منا. لازم نعمل هالتضحيه لانه مثله نتيجه بتحرز مثل اي شيء ثاني حوالينا. يعني وي هاف تو دو ذا ساكريفايس. سو رح نبلش نفرجي الصور انا وياك رولا لحتى يفهموا المشاهدين شو معنات مبدا بساطه وتناغم الوان، وبنفس الوقت رح فسر كل صوره شو فيها بما يتلائم مع الدراسه سليمه للاولاد. هون عم نشوف اسباس كثير بسيط مع بابي بان بيجي هيك في ريور بقلبه. الالوان اللي طاغيه هي الازرق الباستيل
الابيض والاحمر. هيدا بيفور اند افتر او هيدا نو نو اتس ذا سيم روم بس اثنين انجلز مختلفين. يعني عم نشوف طريقه الديكور بسيطه جدا. والحلو بهيدي الاوضه وهيدا اللي حبيت فرجيه انه الالعاب والكتب منن مسطوتين وين ما كان. يعني في عندي هالالمنت يلي هو معمول من كازيه دي كازيه شيء مسكر شيء مفتوح ممكن انه ينضبوا بقلبهم كتب والعاب لانه اهم شيء ما نفوت على الاوضه ونشوف كتاب مسطوت من هون يعني ولعبه على الارض. يعني كل شيء ممكن يكركب الاوضه جمعناه بمنطقه واحده بالغرفه. وكثير بهمني اقول انه هيدا الاليمان او اي شيء بيشبهه كثير مهم وجوده باي غرفه لاولاد لانه الولد وهون عم نفرجي ولد بعمر صغير كتير مهم يكون عنده أكسي أو أنه يقدر يطال هالأشياء براحة من دون ما يكونوا مخلوطين مع تيابه. يعني التياب وكل شيء شوز وأكساسوريز للتياب مفروض يكونوا بخزانة مسكرة وكل شيء ممكن أنه هو يستفيد منه إن كان مطالعة أو لعب يكون بغير كورنر من الأوضة بطريقة أنه يقدر يطاله تكون أكسسبل بطريقة سهلة لإله. ومن هون كمان بحب أنه دايماً يكون في سجادة على الأرض لحتى إذا بده يطال كتاب أو لعبة يقدر يقعد على الأرض ويلعب فيهم حتى ولو كان لحاله وخاصة إذا كان لحاله. في كتير ناس بيقولوا لا بس إنه إذا الولد لحاله عم بينمي قدراته الذهنية من خلال لعب أو مطالعة هيدي شغلة بتاخد العقل. بحاجة الولد لوقت على الانفراد حتى ينمى ذهنياً لهيك سجاد حتى يلجأ لمخيلته كمان. Definitely. بالصورة الثانية ببين معنا كمان عم نشوف بشكل كتير كبير البساطة قديش هي طاغية. يعني هون إذا غرفة مدهونة بالأبيض بالكامل عم ندخل تاتشز الألوان بنسب صغيرة من خلال الكتب يلي بهون بهيدا المثال موجودة على رفوف بسيطة موضوعة على الحيط وهيدا كمان موضوع كنا حكينا معه أنا وياك رولا الفلاينج شيلفز كيف بينحطوا عليه الكتب وكمان حلمين. مرة منشوف كيف طريقة وضع الكتاب كيف بنفس الوقت ديكور وبنفس الوقت عمليين وبتشوف الغلاف بالكامل يعني منه محطوط بشكل بالطول محطوط هيك بالعرض لحتى الولد يستحلي وياخده. هاي دول الأشياء ممكن يكونوا ممكن الأهل يغشوا ويحطوا كتب دراسية مرات لحتى أنه بطريقة غير مباشرة مام عندك مات لبكرة كتابك هون أنه بياخده يمكن بطريقة من خلال الديكوراسيون تبع الغرفة بطريقة بتشهي أكثر. الكوفرولي من خلال ألوانه كمان عمل لها الجو المرح بالأوضة. رح منجرب نسرع شوي بالصور لنقدر نغطي كل الموضوع. هون كمان مرة عم نشوف البساطة الألوان هن الأخضر اللايم مع اللون الطبيعي تبع الخشب الفاتح والأبيض يلي موجودين على الحيطان. هون عم يدخل معنا الديسك بهيدي الصورة لنفرجي أهمية قديش مهم يكون عندي ديسك فاضي بالكامل ما يكون عليه كراكيب لحتى لما يجي وقت الدرس يكون هالولد قادر ما تكون أفكاره مكركبة وشفنا ورا الديسك كمان الأوبن شيلفز لضب الكتب والأغراض يلي بعوزها لدراسته. هون عم حبيت دوي على هالصورة لفرج شغلة كتير مهمة أنا لقلي هي من البينتينجز لغرف الأولاد وهلأ من فرجيكم جبت معي أنا كولكشن صغيرة لبينتينجز قديش أهمية أوضة بكل بساطة ما فيها شيء نعمل لها ديكور جدا بسيط من خلال لوحات. هاللوحات فيهم يكونوا مرسومين من الولد هو رسمهم كتير حلو نعمل لهم انكادرمون معين نعلقهم على الحيط. هون جاي فوق ظهر التخت بيعطي جو كتير حلو وبيزين الأوضة بطريقة كتير رائعة. برجع بذكر المشاهدين انه كل الافكار يلي رح احكي عنها اليوم هي لإضافة البساطة على غرف الأولاد لحتى يقدروا يفوتوا ويدرسوا بجو رايق وحلو بنفس الوقت. بهيدي الصورة كل الديكور انشغل مع تناغم الألوان تبعه. عندي الأخضر الباستيل الزهر الباستيل ونتفة يعني في لون قوي بس بنسبة كتير قليلة مقارنة ببقية الألوان والمساحات وبدرجة باستيل يعني جاي اللون لو قوي هيك مطفي بتحسيره لا بمجرد ما دمجنا هالألوان مع بعضهم وكمان مرة بتبين معي السجادة
ببين قديش أهمية هالأوضة تكون مريحة للولد. بدنا نستفيد من بقية وقتنا مزبوط جمانة حتى نحكي عن اللوحات الحلوة اللي على الطاولة أمامنا. مزبوط مزبوط. هلأ أنا جبت لكم معي لوحات كتير حبيت فرجيهم للمشاهدين، لأنه ذكرت قديش حلو ولد هو يرسم بإيده ونعلق له إياهم بأوضته. هون أنا جبت لكم بعض من اللوحات، هلأ بتمرق الكاميرا عليهم، مرسومين بإيد يعني ما رح أقول ريشة، لأنه في منهم على يد تلاميذ أطفال، في منهم من معمولين بقلم رصاص، في منهم معمولين بقلم أسيخ، في كولاج، في عدة طرق مشغولين فيها اللوحات. تشبهيك؟ لا انت احلى رولا. انا حبيت هيدي يلي مسكتها بايدي باخر الحلقه بصير هيك. لا حبيبتي، وبهمني اذكر انه هاللوحات كلها مشغوله على ايد اولاد يعني جايين من مجتمع ديفافوريزي، يعني منهم مرتاحين ماديا او عندهم مشاكل بالعائله. سو المدرسه هالشيء ما بيمنع ابدا انه يكون عندهم مواهب، مواهب بتجنن، والمدرسه حبت تستغل هالمواهب وتبيعهم، وهدول الاسعار كلهم بين 20 و50 دولار. سو اذا نحن ما عندنا باوض اولادنا تابلويات، كثير حلو انه نستفيد انه في عده جمعيات ومدارس تعنى بهالامر. سو انا حبيت فرجيكم كم بيعود دريع هالمبيعات اكيد لتحقيق أهداف الجمعية منها لتعليم الأطفال وتحقيق مدخول الأقساط، وهيدي شغلة رائعة لهيك حبيت أني دوي عليها. كثير حلوة هيدي. هون معمولة من الكولاج، شايفة أخذين شقفة من مجلة ومكملين الرسمة. داخل البايات على اللوحات مثل هيدي مثلا، ما بعرف شو يلي قدرنا نفرجي وشو يلي ما قدرنا نفرجي. بغير حلقة رولا رح فرجي المشاهدين كيفية طريقة نعلق لوحات، إن كان بغرف نوم أو بصالون، لأنه مرات بيكون في عنا كتير لوحات ما منعرف منضيع كيف نعلقهم، هل حد بعض فوق بعض، رح نحكي عنها هيدي. هون بشي بيختص بالولاد، كيف معلقناه هون وبأي طريقة، هل النايف سايد تبع اللوحة البراءة خليها يعني شو معلقنا حتى بطريقة التعليق حافظوا عليها. سو إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالأفكار البسيطة، وخليكم محافظين على البساطة بغرف الأولاد. جربوا قد ما فيكم خففوا من التعجيق، حافظوا على تناغم ألوان معين موسم الصيف لحتى يقدروا يكونوا فايتين بجو جاهز للدرس بدون تركيز. ونحن بنتمنى اكيد سنه دراسيه موفقه لكل الاطفال وطولة البال للاهالي اللي بتصور بلشوا يعني لاولادك اكيد ولالك للكل عينه. وشكرا لهالافكار الحلوه اللي بتجدديها كل اسبوع جمعنا، بنشوفك الاسبوع القادم بنفس الوقت. وقفي مشاهدينا ومنتابع حلقتنا لليوم مع فاشينيستا رولا. صارت جاهزه؟ يس بنكمل اللايف، خليها مفاجاه مش تكرموا.